يركز سبيسيان لوب في على تحقيق فوز تاريخي لفريق البحرين ريد اكستريم في رالي داكار الذي يقام هذا الاسبوع في المملكه العربيه السعوديه حيث يتطلع الى تعزيز الانجاز القياسي الذي حققه الفريق في نسخه الرالي العام الماضي ويشارك لوب في رالي داكار مع ملاحه فابيان لوركين على متن سياره برو درايف هانتر وللمرة الرابعة مع فريق البحرين ريد اكستريم في رالي داكار والذي سينطلق بمرحلة استعراضية مسافتها 28 كيلومتر تقام في العلا يوم الجمعة وكان طاقم فريق البحرين ريد اكستريم قد قدم أداء مذهلا في رالي داكار مطلع عام 2023 حيث حقق 50% من الانتصارات في المراحل وحطم الرقم القياسي في ستة انتصارات متتالية في المراحل ويشكل رالي دكار الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة لعام 2024